امبارح كان في او تم الاعلان عن تفاصيل اكبر مشروع قومي لتطوير المنتخبات المصريه لكره القدم وايضا لقطاع الناشئين بالكره المصريه وبرنامج لرعايه الابطال الرياضيين بحضور السيد الوزير طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وكان حاضر طبعا مسؤولي اتحاد كره القدم. تعالوا ناخد فكره كده بسيطه عن يعني جانب من اللي حصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضلوا. احنا النهارده بنعلن مع اتحاد الكوره ومع مجموعه شركات اورا لدعم المنتخبات المصريه للناشئين. هذا الدعم طبعا هيكون ليه مجلس امناء بيدير محفظه ماليه ب 250 مليون جنيه على 12 سنه، لكن ده الحد الادنى قابله للزياده لتمويل هذا الدعم. الهدف منه هو استدامه المنتخبات وتطويرها. طبعا الاتحاد المصري بيكون له رؤيته واستراتيجيته وتمويله، لكن تميز هذا التمويل وتميز هذا العمل لازم يكون منطلق من طريقه تفكير مختلفه، ده اللي احنا بنعمله. واستدامه الاداء 12 سنه هيكون في دعم للمنتخبات المصريه في قطاعات في 2005 و2007 و2008 و2009. الحقيقه كل ما كان هناك العديد من كل ما كان هناك الاداء والتفوق. احنا المنتخب الحالي هيكمل لغايه 2026 اللي هي كاس العالم القادم، هيكون جيل يعني تقريبا خلاص المنحنى السني بتاعه، لازم يكون في قطاعات مختلفه يعني بعده من الاعمار السنيه ويتم التاكد على ادائها وتطويرها لاستدامه التطوير. لازم يكون هناك مشروع لتطوير كره القدم المصريه. المبادره اساسا كانت في شكل مبادره ماديه ومشاركة مجتمعية مادية عن طريق شركة مع وزارة الشباب والرياضة. الهدف منها يعني تدعيم الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير المنتخبات اللي جاية في 2005 و2007 و2008 و2009. أنا بشكر طبعا سيادة الوزير وعلى دعمه الدائم للاتحاد المصري لكرة القدم. الاتحاد المصري هو معني باختيارات أجهزته الفنية وهو معني باختياراته اللاعبين، لكن وضع خطه في الفتره اللي جايه ان احنا ازاي هنطور كره القدم او نطور ازاي منتخباتنا في الفتره اللي جايه، هو ده اللي كان اساس في المبادره اساسا. اتمنى برضو كمان يبقى زي ما في مبادره مجتمعيه حاليا دلوقتي ماديه، نتمنى كمان يكون في مبادره مجتمعيه اعلاميه اللي فعلا لان الاتحاد المصري لكره القدم محتاج ولاعبين المنتخبات محتاجين في الفتره اللي جايه الدعم الاعلامي ان شاء الله. هو الهدف من المبادره هنا هو دعم المنتخبات الوطنيه، وده دعم مادي فقط لا غير، ملوش اي علاقه بالدعم الفني. الدعم الفني مطروق تماما لاتحاد الكوره. الهدف من المبادره ان احنا في النهايه عندنا منتخبات ناشئين عايزين نطورها وعايزين تبدا من بدري، يعني المراحل السنيه كان يمكن المدير الفني المنتخب الاول كان بيقول ان في البرتغال عندهم كذا مرحله سنيه في منتخبات ناشئين، يمكن هنا في مصر ما كناش بنقدر نعمل الموضوع دوت عشان خاطر الماديات. فاحنا كان دورنا هنا ان احنا نقول لا، احنا هنخش ونركز مع منتخبات الناشئين في سن صغير ونوفر لهم الدعم المادي عشان انشاء هذه المنتخبات في مرحله سنيه بدري عشان يقدروا لما يوصلوا قبل مرحله البطولات يبقوا هم جاهزين بدنيا وجاهزين نفسيا وجاهزين في كل حاجه. عندنا منجم اسمه الناشئين، عندنا مواهب كثيره جدا، ازاي ان احنا نقدر نستغل هذه المواهب في مصلحه الكره المصريه؟ كل الحاجات دي محتاجه مال، محتاجه دعم، محتاجة فكر، محتاجة حاجات كتير جدا، لأن اللي بيشتغل في الناشئين وعارف يعني إيه ناشئين وعارف يعني إيه مواهب وعارف إن في موهبة عندك بتروح منك لأسباب كتيرة جدا، إزاي أنت تحافظ على الموهبة دي وإزاي تطوريها، إزاي اللاعب ده اللي هو محتاج حاجة معينة، محتاج تدريب، محتاج حاجات نفسية، محتاج بدن، حاجات كتير جدا، إزاي أنت تقدري تقفي على الحالة دي وتشتغل عليها؟ الحاجات دي محتاجة حاجات كتير جدا. الحقيقة اللي بيحصل ده يتقال عليه خطوة مهمة جدا تجاه يعني التعامل الأمثل بقى مع ملف المنتخبات المصرية وخصوصا المنتخب الأول لكرة القدم. يعني في أوقات سابقة الحقيقة كان منتخب مصر لكرة القدم مخيف إفريقيا بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن بقالنا فترة بنتكلم كلام يعني مش ما كناش نتمنى ان تبقى دي ملاحظاتنا على المنتخبات حتى المصريه بشكل عام. فده ملف مهم جدا، وفكره اعداد يعني ابطال رياضيين مستقبليين دي حاجه في منتهى الاهميه، فكره قطاع الناشئين ده امر في غايه الاهميه، ده القطاع اللي بينتج عنه يعني وكانه بمثابه خط انتاج لانتاج ابطال في المستقبل يرفعوا من اسم مصر ويرفعوا يعني من شاننا في على الصعيد حتى العالمي. فدي حاجه في منتهى الاهميه.